أنا سعيد بانضمامكم لينا، وكل مصر فخورة بوجودكم معنا. الحمد لله إننا عندنا كل الإمكانيات دي في البحث العلمي والتدريب. إن شاء الله جائزة نوبل هتكون من هنا، من أكاديمية 57-357 يا دكتور مصري. دكتور عاطف، الاحتفال هيبدأ وكل اللوحات المشاركة في ألوان من أجل السلام جاهزة. أنا سعيد جدا وأنا شايف كل الطلبة النهاردة بترسم وتلون، ده مهرجان عمري ما شفت زيه أبدا. النهاردة بنحتفل مع بعض بيوم الحب والألوان والسلام. احنا بايدينا بنينا المكان ده، وبايدينا شغلناه. انتوا بكرة، انتوا الامل، انتوا المستقبل، انتوا اللي هتكملوا وتعلوا وتشغلوا. سليم وعلاء وسارة وجون وغيرهم كتير، بلدكم دايما محتاجاكم، وعمرها ما هتنجح الا بيكم. حبوها صح زي ما احنا حبيناها، ادوها كتير، وقتها ممكن نعلى حقيقي، نقوى، نصبح اقوى شعوب. انا جمعتكم النهارده لان دي فرصتنا اللي هنقدر نوقف بيها زحفه. انت هتغنيها ولا ايه؟ لسه ليا وضعي وكياني في دول ثانيه كتير. مستشفى 57-357 دايما في خدمه اشقائنا العرب. التدريب المستمر هو احد اهداف المستشفى عندنا علشان ننمي قدرات العاملين معانا. انا بجد فخور اننا قدرنا نوصل للدرجه دي من البحث العلمي. انا عن نفسي كفايه عليا نانو تكنولوجي هستخدمه في لوحاتي. وانتوا كمان لازم تحافظوا على المستشفى وعلى القواعد. المصريين ده انا بحقد عليهم حق. الناس دي غريبة، عندهم مشاكل تهد الهرم بتاعهم وبرضو عارفين يعيشوا ويحب. بهد؟ انا راجع بلد ابقى بهد؟ على ايدي شوف وصلنا لايه.